بين المنتخب الوطني قسم بس الخبرة يعني. خبرة. الساعة 7:15 صباحا يوم الأحد 21/6/2020 انطفأ ضياء نجم الكرة العراقية الكابتن أحمد راضي، حيث حضر مراسيم تشييع جنازته وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال. وداعا أبو هيا، كفيت ووفيت ورفعت اسم بلدك وسعدتنا ووثقت في ذاكرتنا لحظات فرح وجنون لا تنسى، وتركت جرح كبير في قلوب محبيك من أبناء جيلك والأجيال اللي تلتها. لا يمكن أن ننسى رقم 8 بالملاعب والبطولات والأهداف الساحرة اللي سجلتها. ما نعرف نعزي نفسنا لو نعزي جمهورك، لو عائلتك، لو نعزي فيصل آخر العنقود. أحمد راضي دخل مستشفى النعمان فجر يوم الأحد بتاريخ 16/6/2020 بعد ظهور أعراض كورونا عليه قبل أسبوع من وفاته، ونتيجة مضاعفات الفيروس القاتل اللي أدت إلى تدهور حالته الصحية باليومين الأخيرين، مما حال دون تمكن من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته. وهناك أنباء تتحدث عن مغادرة الكابتن سريرة بالمستشفى إلى الحمام وترك جهاز الإنعاش بعيداً عن أنظار الكادر الطبي، مما أدى إلى الغيبوبة ومن ثم الوفاة. وهذه هي رسالة أحمد راضي الأخيرة إلى جمهوره ومحبيه وإلى الشعب العراقي قبل وفاته. أهمية بقائنا بالبيت لعدة أسباب، أهمها اليوم حتى تصير حالة استشفاء من مرض الكورونا لازم وجود جهاز التنفس. هذا الجهاز في العراق في مستشفيات العراق غير متوفر بشكل كافي، وأيضا هذا الأمر عانت منه حتى دول أوروبا على مستوى إيطاليا وإسبانيا، ولذلك صارت عندهم حالة وفيات كثيرة بسبب حالة الاستشفاء من خلال استخدام هذه الأجهزة. فلذلك بقائك بالبيت راح يقلل انتشار المرض، وإن شاء الله الصحة والسلامة للجميع.